شايف طلع المخطة اللي فيها من الجبنة والقوام تبعها، هاي حلاوة الرز. عندي كوب رز مطحون، رز مطحون بحطه في الطنجرة ولا أسهل منها. والله لو شفته بقول عنه طحين هذا، وطعمه كتير زاكي. هذا رز مطحون. أوكي تمام. هلأ فوق الرز المطحون بدنا نحط حوالي 5 أكواب من المي. يعني الكوب له 5 4 5. أوكي هلأ هدول بس بدنا نحركهم، بعدين نرفعهم على النار. انت عم بتحركي هلا وهم لسه مش على النار؟ شوي. هو اصلا حطيت المي انا سخنه عشان الوقت. اوكي كمان معانا بندوب شوي الرز قبل ما نحطه. هلا رح ارفعهم على النار ونضلنا نحركها لحد ما يغلي معنا الرز والمي. اوكي هاي هذا نوع من الحلو السريع جدا وسهل كتير، يعني ست البيت عندها ضيوف شيء حلو بنعمل على السريع. على السريع بس حط كاسة الرز، تحط عليهم المي وبس. والمكونات نوعا ما يعني بتخيل انه موجوده، سكر والرز وال ما سكر، في عندي جبنه موزاريلا، في عندنا المستكة ومية الزهر. أوكي. المستكة طبعاً الكل بيعرف إيش هي المستكة، المسكة، المستكة اللي هي حبوب المستكة زي هاي، مش عارفة مش مطالعين. كمان نسيت العناية علينا، قاعدة بورجي بالمستكة ونسيت أحرك. طيب هدول إيش أعمل فيهم؟ هايهم ها المستكيات طحنتهم مع سكر. أوكي تخلينا هلأ بالرز. إذا بدك أساعدك أنا أحرك وأنت تضيفي، إحنا جاهزين. يلا دقيقة تحرك، معلش أغلبها. أبشري طبعاً. يلا هاي المستكة، نورجيك المستكة، حبات المستكة، هاي المسكة أو المستكة تمام، هايهم نطحنهم مع شوية سكر بيصيروا هيك بودرة. اوكي بدنا نحطهم هلا فوق هدول الحليب شو حليب؟ زيت. لا 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 اوكي لسه ما جاش رمضان لسه. لا هيك ما بصير نوقف. اوكي شايف بتصير بتكبتل. صحيح لازم نضلنا نحرك شايف هيك بعيونك. لك تضلك تحرك عشان ما تكبتل. كله ولا تكبتل وتجلجل. ايوه ويزيد خرب لنا الطبخه. هلا رح هيها غلت وسمكت، رح اضيف السكر. يا الله شو الدنيا فيها هيك خير. يا الله يا الله. لا والله لا والله ما في منك يا عبد الله، مزبطك اليوم بالوقت. على الاخر شايف هيو هيك. هلا حطينا السكر وتقلت معانا صارت، شايف رح اضيف لها مية الزهر ورح اضيف لها طبعا المستكة. طبعا المستكة لما بنحطها بنحاول ما نغلي المهلبية او حلاوة الرز هاي او اي شيء، بنحاول ما نخليه يغلي على النار كثير لانها بتمرمر. اوكي نفس الشيء مية الزهر بتطير ريحتها بتصير هذا، فهو أوكي. بالاخر بعد ما يغلوا ويتسبكوا معنا منيح بنحطهم نغليهم غلوه واحده وخلصنا. اوكي هلا بدنا نحط الجبنه الموتزاريلا، يعني قد ما بدكم حطوا لانها هاي استوعب. رح تعطينا المطبخ جو لطيف جدا. ايوه انا بشرتها ومن الشوب رجعت هيك كبتلت. هلا مع الحراره رح تذوب مع المكونات الثانيه. يا سلام ورح يصير عندي أحلى حلاوة رز. شايف طلع المخطة اللي فيها من الجبنة والقوام تبعها، هاي حلاوة الرز. رح أحط هيك بس القشطة بهاي الطريقة. خطيرة بصراحة. إذا كانت باردة يزيد بعد ما نبردها بالثلاجة ممكن نحط عليها كمان هلأ بالصيف آيس كريم. أوف كمان ممكن
ما تستكتروا الجيمر، الجيمر معها زاكي كثير. ممكن برمضان كمان نقطع تمر من غير النواة تبعته، وكمان نزين فيه فوق الجيمر. حلاوة الأرز رح نحتاج لكوب من الأرز المطحون، 5 كوب ماء، 1.25 كوب سكر. رح نحتاج لتنين ملعقة طعام من ماء الزهر، ونص ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة مع السكر. ورح نحتاج لتنين كوب جبنة موتزاريلا مبشورة. للتزيين رح نحتاج فستق اختياري وقشطة اختياري.